في المعركة مع الاحتلال ومع أعداء الله عز وجل ما هو حال المؤمن ما هي إلا إحدى الحسنيين إما النصر وإما الشهادة وفي الاثنتين نحن ظافرون ومنتصرون المعركة مع الاحتلال مستمرة إلى يوم القيامة معركة مفتوحة على جميع الجبهات وفي كل المواقع وعلى جميع المستويات الاحتلال لا يستثني أحدا منا لا يستثني أحد منا من الشيخ الكهل إلى الصغير الطفل حتى الجنين في بطن أمه محسوب حسابه عند الاحتلال أول يوم يسجل في الكمبيوتر الاحتلال بأخذ رقم هوية محسوب حسابه لأن هذا له معركة ووقت وزمان سيقاوم هذا الاحتلال والاجنه في بطون امهاتهم هم مرابطون ومتحدون لهذا الاحتلال هذا الشهيد لا يريد الدنيا منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الاخره هذا الشهيد رخصت في عينه الدنيا وكل شيء رخص في عينه فقط يريد الله ورسوله انها الاسراء التي تحدثت عن فساد بني اسرائيل، والتي تحدثت عن وعدنا بالنصر عليهم، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، هذا وعدنا الله أكثر من وعد وأكثر من مواجهة مع يهود تحققت في كتاب الله وبقي هذا الوعد الوعد الأول كان بعد معركة بدر عندما انتصر المسلمون في بدر على قريش اليهود بني قينقاع ما ركلهم نصر المسلمين ما أعجبهم فبعثوا برسالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقولوا فيها إذا لقيت يا محمد غلمانا من قريش لا خبرة لهم بالحرب هذول يعني ما بيعرفوا يقاتلوا وإن لقيتنا نحن لترى أنا نحن الناس لماذا؟ هم أهل الحروب أهل الفساد كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا فالله ماذا أجابهم؟ نزل جبريل عليه السلام إلى محمد وقال لهم خبرهم وكلهم يا محمد كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد فحاصرهم رسول الله واخرجهم بني كينوكا وبعدها غزوه الاحزاب الخندق عندما نكضوا ونكثوا العهد وخانوا النبي صلى الله عليه وسلم فعند انتهاء المعركه اتت الملائكه للنبي عليه السلام ومعهم جبريل فقال النبي عليه السلام لم تضع الملائكه بعد اسلحتها يا رسول الله ماذا تريدون قالوا قتال اليهود بني قريضة فأصدر النبي بيان وقال للصحابة لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريضة انتهى الموضوع وقاتلهم وحاصرهم والجاهم للخروج كذلك وبعدها ثم خيبر بعد صلح الحديبية فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر لأنهم نكثوا وركضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعاض المسلمون بدل فتح مكة أن فتحوا خيبر